الإجراء هذا الإجراء الحدودي المعروف باسم الزيسيت، الفكرة الأساسية نتاعو أنه يعتبر استشارة قبل العبور، يعني في المناطق أو النقاط الحدودية، لكن في تونس يقع تطبيقه من سنة 2013 بطريقة مغايرة تماما، يعني حتى في وسط البلاد، يعني في إطار كشف هوية لدى دوريات أمنية. هذا الإجراء يظهر في المنظومة الأمنية لدى العديد من المواطنين اللي في أغلب الأحيان يجهلون أنهم معناها مشمولين بهذا الإجراء، ويقع الهرس نتاعهم بطريقة أو بأخرى، يعني في استيقافهم والذهاب بهم إلى المناطق الأمنية للبقاء فيها مدة ساعات. وهذا ما انجر عنه الحقيقة العديد من المآسي بالنسبة للعديد من المواطنين الأبرياء. نحن نتحدث هنا على أكثر من 100,000 مواطن مشمول حسب التقريب، حسب المرصد لحقوق الحريات بتونس، هو مشمول بهذا الإجراء. كي نحكيه على الإجراء الأزيسات، نحكيه على مجموعة من الإجراءات الداخلية اللي تعتمدها وزارة الداخلية. هي ما كناش نحن كرجال قانون أو حقوقيين نجم نعرفوها الإجراء هذايا، ولكن ب معناها شمول الإجراء هذا العديد آلاف المواطنين، ولا عندنا فكرة عليه الإجراء هذا. تم معناها اتخاذه، يعني نصور من قبل الثورة، ولكن بعد الثورة منذ 2013 أصبح هذا الإجراء إجراء يعني ثابت في اتخاذه بطريقة عشوائية واعتباطية. معناها حتى في هناك العديد من الأمثلة والشهادات على هناك معناها عائلات بأكملها تم شملها بهذا الإجراء، هناك أطفال 10 سنوات تم مشمول بهذا الإجراء، هناك كذلك معناها مواطنين من ذوي الاحتياجات الخصوصية مشمولين بهذا الإجراء، وجميعهم يشملهم هذا الإجراء منذ سنة 2014 أو 2013 إلى يوم الناس هذا، وأغلبهم لا يعلمون عنه شيئا دون سابق يعني إعلام. يتم اتخاذ الإجراء بمجرد تقرير أمني صادر من منطقة أمنية ما إلى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية لديها العديد من الإجراءات الأمنية التي تقوم في نقاط الحدودية، على الأقل معروف منهم 22 إجراء جميعها في المناطق يظهر في منظومة النقاط الحدودية. نحكي على إجراء 01 مثلا S1 اللي هو الإعلام بالمغادرة مثلا بالنسبة للمواطنين، أو S9 أو المنع من الدخول بالنسبة للأجانب في تونس، أو S6 هو التفتيش الدقيق بالنسبة للعديد من القادمين الداخلين إلى تونس. يعني هناك العديد من الإجراءات الأمنية التي تعتمدها وزارة الداخلية في النقاط الحدودية. هو أولا لازم نعرف أنه الإجراء هذا تطبيقه هو غير قانوني بالمرة، يعني مش غير دستوري، هو غير قانوني، يعني فماش قانون يستند عليه وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تعتمد على قانون متعلق بصلاحياتها ومشمولاتها على أساس حفظ الجوالين ومراقبة الجوالين. بطبيعة الحال هذا غير معناها صحيح، لأنه كل ما يتم تحديد الحريات أو تقييد الحريات حسب الدستور في الفصل 49 من الدستور يجب أن يكون بنص قانوني بالقانون، لا أمر ترتيبي أو أمر حكومي ولا بقرار وزاري. القانون فقط يمكن أن يحد من الحريات ومن الحقوق وبشكل لا يمس من جوارها، وهذا الإجراء يعني الخارق للقانون وللدستور بطبيعة الحال يمس من جوهر كل الحريات وكل الحقوق، لا فقط حرية السفر مثل ما يظن البعض، لكنه هناك حرية العمل، حرية التنقل، وحرية يعني الحق في العلاج مثلا. هناك العديد من المواطنين المشمولين بهذا الإجراء لم يتمكن من السفر للعلاج بسبب هذا الإجراء. هناك في تونس عندنا قانون العدد 40 لسنة 1975 المتعلق بوثائق السفر وجوازات السفر، هناك الفصل 15 ربيعا يمكن تطبيقه بالنسبة لوزارة الداخلية لكل شخص ترى فيه من مغادرته لتونس أو خروجه من تونس أن ينال من النظام العام أو من الأمن العام، وذلك بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية بتلك الجهة، ويتم طلب منع ذلك الشخص من السفر. وهذا الفصل موجود في تنقيح 2017
مضاف في قانون 75، ولكن الداخلية اختارت أن لا تطبق هذا القانون وتذهب إلى تطبيق إجراء داخلي غير قانوني. احنا في الوضعية الحالية بالنسبة لأنه الإجراء موجود في تونس، احنا الاقتراح متاعنا الأقصى هو أن يتم التخلي عنه بما أنه غير قانوني وغير دستوري. لا يمكن للدولة أن تعتمد إجراء غير قانونيا وغير دستوري، هي دولة لا يمكن أن تعتمد هذا التمشي الغير قانوني. يجب أن نحافظ على فكرة الدولة كمؤسسات كدولة قانون ولا نتحدث عن فكرة أي إجراء. نحن نقترح في الأثناء بالنسبة للمواطنين الذين يقدمون قضايا أو دعاوى للمحكمة الإدارية في شأن هذا الإجراء أن يتم على الأقل التسريع بالنسبة لهذه القضايا في المحكمة الإدارية. كل القضايا ضد الإجراء لإلغاء هذا الإجراء هي تصب في محكمة إدارية المركزية في تونس، يعني آلاف القضايا، هناك اكتظاظ كبير بالنسبة لعدد الملفات، وهذا يسبب تعطيل كبير وبطء في النظر في هذه القضايا. يعني القضية إلغاء إجراء الزيسات يتطلب يمكن يصل إلى 4 سنوات، معنى هذا مجحف بالنسبة للمواطن. فنحن نطالب أصلا بالتسريع فيما يوجد مع إلغاء الإجراء وإعادة النظر في العديد من الملفات. كل من ليست له شبهة في الإرهاب يجب أن نستبعده من دائرة معناها الإجراءات الأمنية مهما كانت.